كاميرا خفية أنا كنقول مو فبركة، كاينة فبركة ديال بعض الحلقات، وهذه على المستوى ربما المستوى العالمي على كتلقاها مفبركة. أنا شفت كاميرات على برا مثلا في إيطاليا ومفبركة مصيبة، كانت في القناة الخامسة ديال إيطاليا، وكنشوف لي زارتيست كلهم معلومين كلهم عارفين وكيخافوا من السبع وكيخافوا من النمر. خاصنا شكل آخر من الكاميرا الخفية، من غير هذه الكاميرا الخفية اللي ديالنا الزمان نيت. حنا راه كنعيشوا كاميرا خفية في مدرتي كتلقاها، يعني يجب إعادة النظر في عدة أشياء. أنا دزت في البارح كنت قلت ستار معهم، كنت ضيف الشرف البارح، دزت في واحد الحلقة ربما ما كاينش قصد، راه المشكل هو ما كاينش قصد أن ينهين واحد المهنة، ولا سيرتو كتكون شي مهنة شريفة ومهنة لا أعتقد على أن الكاتب ولا المخرج ولا لابود دو برودكسيون نيت ولا التلفازة نيت عند انتيسيون على انها تهين هذيك المهنه ولا داك لوكور. نو ما نظنش، هي كتدخل في باب الفكاهه، باب المزح، باب، ولكن ما نعتقدش بانه كاين اهانه. الجديد هو كاين عندي عمل دابا كيدوز في القناه الاولى مع ستونز اللي هو احلام سيتي، هذا حتى هو واحد الشكل ديال السيت كومات الجميلين، مكتوب بواحد الطريقه مزيانه، ما كاينش سميتو اش كيقولوا ديك النمطيه كيف كيقولوا، كاين دي بيرسوناج واقعيين، كيعالج مشكل اجتماعي، هو الزحف ديال البناء حول نحو الاراضي الفلاحيه، كاين هذا المشكل هذا واللي خاصنا نهضروا عليه. راه واحد الوقيته ما بقاوش نلقاو الاراضي الفلاحيه، غنبداو نحرطوا فوق السطوحه وفوق الفيلات وفوق، كاين هذا المشكل هذا. عمل جمع مجموعة ديال الممثلين اللي عندهم كفاءة كبيرة، كنتمنوا تشوفوا عطونا رأيكم، ربما انتقدونا ربما يعجبكم، المهم حنا درنا اللي علينا والكمال على الله.